بسم الله الرحمن الرحيم، ازيك شباب؟ هنتكلم سريعا في الفيديو ده ان شاء الله على الجزء بتاع الزي ترانسفورم. مش هندخل فيه في التفاصيل كتير قوي، بس هنتكلم فيه بس على شويه حاجات صغيره ان شاء الله. فبدايه كده، الزي ترانسفورم هو عباره عن ان انا بيبقى عندي سيجنال موجوده في التايم دومين اف اوف ان، ومحتاج ان انا احولها الى الفريكونسي دومين اللي هي بتبقى عباره عن اف اوف زد. تمام؟ طبعا عندنا كذا طريقه بنحول فيها من تايم دومين لفريكونسي دومين، بس احنا هنتكلم هنا على موضوع الزي ترانسفورم. ليه بنعمل التحويله ديت؟ ساعات بيبقى عندي شويه بروبرتيز مش ظاهره للسيجنال في التايم دومين، البروبرتيز دي بتظهر احسن في الفريكونسي دومين، فعشان كده بحتاج ان انا اشوفها في الفريكونسي دومين. طيب لو انا عندي فانكشن بقى في التايم دومين عاوز احولها للزد للزد دومين، فالجنرال فورمولا بتاعتي بتقول ان انا عندي اف اوف زد هتبقى عباره عن سيجما من ان ايكوال ماينس انفينيتي لانفينيتي بتاعت اف اوف ان زد باور ماينس ان. ده كده القانون العام بتاعي. تعال نطبقه كده سريعا. يعني لو انا عندي مثلا فانكشن اف اوف ان هي عباره عن 1 و2 و3 و4 كده، وحبيت ان انا اجيب لها الزد ترانسفورم بتاعها، هيبقى عباره عن بروح اعوض هنا عن ال n ب0، تمام؟ بجيب اف اوف 0 مضروبه في زد باور ماينس 0. طبعا هنا السيجنال بتاعتي لو هو ما حددليش ال0 بتاعي فين، فانا بعتبر باي ديفولت ان اول اليمنت هنا هو الزيرو، الا لو هو حدد لي اي حاجه غير كده. فلو طبقنا القانون على طول هنا هيبقى ده عباره عن قيمه الاف اوف ان عند ال n ب0، فاروح اعوض هنا اف اوف 0 اللي هي 1 اهي في زد باور ماينس 0 اللي هي هتبقى 1 خلاص، بلس اف اوف 1 اللي هي ب2 اللي هي 2 اهي في زد باور ماينس 1 زائد اف اوف 2 اللي هي 3 في زد باور ماينس 2 زائد اف اوف 3 اللي هي 4 في زد باور ماينس 3، وهكذا افضل مكمل بقى لحد ما اخلص كل الاليمنتس اللي هو مديها. فده كده تطبيق مباشر للقانون بتاع الزد ترانسفورم. طيب مش دايما احنا دي الطريقه اللي بتنفع عشان خاطر نجيب بيها الزد ترانسفورم. عندنا شويه اليمنتري فانكشنز احنا حافظين الترانسفورم بتاعهم على طول بدل ما كل مره نروح ان احنا نستنتجه، فاحنا عندنا قانون بنستخدمه على طول. هو عباره عن ان انا لو عندي دلتا في التايم دومين فالزد ترانسفورم بتاعها بيبقى عباره عن 1، ولو انا عندي يونت ستيب في التايم دومين فالزد ترانسفورم بتاعها بيبقى عباره عن زد على زد ماينس 1، ولو انا عندي اكسبوننشال مضروبه في يونت ستيب فالزد ترانسفورم بتاعها بيبقى عباره عن زد على زد ماينس اي. فالثلاث قوانين دولت لو جبنا على طول في مساله اي سيجنال من الثلاثه دولت نقدر نستخدم الترانسفورم بتاعهم على طول من غير ما نحتاج ان احنا نروح نستخدم القانون ده ونثبته. اللي احنا هنتكلم عنه تحديدا في الفيديو ده هو موضوع الانفرس ترانسفورم. لو انا عندي بقى جيفن السيجنال في الزد دومين وانا عاوز ارجعها للتايم دومين، عشان خاطر نعمل حاجه زي كده فاحنا عندنا طريقتين. الطريقه الاولى هي طريقه بارشال فراكشنز، الطريقه الثانيه اللي هي طريقه باور سيريز اللي هي باستخدام اللونج ديفيجن. طريقه البارشال فراكشنز فكرتها بتعتمد على ان انا اجيب الفراكشن اللي موجود عندي على صوره من صور الاليمنتري فانكشنز الموجوده ديت، وتحديدا على صوره اليونت ستيب او الاكسبوننشال، وبالتالي لو انا جبت حاجه بالمنظر ده كده، لو انا ظهر لي فراكشن بالمنظر ده هبقى عارف ان هو ده بتاع يونت ستيب، فاقدر على طول ان انا احولها الى يونت ستيب في التايم دومين، او لو جالي حاجه بالمنظر ده هبقى عارف ان هي اكسبوننشال فعلى طول هرجعها لايه؟ للتايم دومين. فهي كده فكره البارشال فراكشنز. تعال نشوف مساله على الكلام ده. لو انا عندي مثلا اداني سيجنال في الزد دومين هي عباره عن 1 على 1 ماينس 0.25 زد ماينس 1 في 1 ماينس 0.5 زد ماينس 1، ومطلوب هنا ان انا اجيب الانفرس ترانسفورم، يعني انا عاوز ارجع ديت للتايم دومين. دايما لما بنيجي نشتغل على الانفرس ترانسفورم فانا دايما بحاول ان انا اشتغل على باورز موجبه. يعني ايه؟ يعني انا هحتاج ان انا هخلي ديت تبقى موجبه، الباور ده موجب والباور ده موجب، فهضرب فوق وتحت في زد سكوير بحيث ان انا هوزع زد سكوير اللي تحت ديت على القوس ده وعلى القوس ده. فلما اضرب فوق وتحت في زد سكوير هيبقى عندي هنا زد سكوير على، لما اضرب هنا في زد هيبقى عندي زد ماينس ربع، ولما اضرب هنا في زد هيبقى عندي زد ماينس نص. وبعدين المفروض كده ان انا جاهز ان انا ابدا اشتغل اجيب partial fractions. فكره partial fractions بتقول ان انا يبقى عندي المقام بتاعي بحلله الى مجموعه من الاقواس بالمنظر ده كده، واجيب اخره في التحليل يعني خالص. فهنا هو الاقواس متحلله اصلا جاهزه، وبعدين بقول ان انا الفراكشن ده كده كله على بعضه هيبقى عباره عن constant على زد ماينس القوس الاولاني زائد كونستانت على القوس الثاني. وبعد كده بروح بطريقه التغطيه، بروح ان انا احسب الكونستانت اللي هو A و B. فاحنا لو عملنا كده هنروح نجيب الـ A هيطلع عندنا بقيمه معينه، ونروح نجيب الـ B هيطلع عندنا بقيمه معينه. بس هيقابلنا مشكله، المشكله هي ايه؟ ان انا هيبقى عندي كونستانت على زد ماينس ربع، وهنا كونستانت على زد ماينس نص. وانا اشكال الاليمنتري فانكشنز بتاعتي بتقول لي زد على زد ماينس 1 او زد على زد ماينس A، يبقى انا كده محتاج زد فوق. يلا خلاص، عشان خاطر تحل المشكله ديت دايما لو انت هتشتغل بطريقه البارشال فراكشنز فقبل ما تبدا شغل خالص تقسم على زد. يعني انا هنا هخلي دي تبقى عباره عن اف اوف زد على زد، واخلي دي هنا هتبقى زد بس، يبقى انا ايه قسمت على زد هنا. ليه؟
لان هروح اشتغل بقى دلوقتي على الفراكشن ده كده، اجيب ال A وال B بتوعه، وبعد كده هرجع الزد ديت اضربها هنا تاني، فهلاقي ان انا بقى عندي زد على زد ماينس حاجه وزد على زد ماينس حاجه، فاقدر اشتغل باشكال الاليمنت فانكشنز على طول. لو احنا كده حبينا نجيب ال A وال B هنروح نجيبهم بطريقه التغطيه. طريقه التغطيه تبقى عباره عن ايه؟ لو انا حبيت اجيب ال A اروح اغطي القوس بتاع ال A من هنا، يعني اشيل القوس بتاع ال A ده كانه مش موجود خالص، تمام، واعوض في الباقي باصفار القوس ده، اصفار القوس ده اللي هي ربع، يبقى اعوض هنا بربع وهنا بربع، هلاقي ان ال A هتطلع عندي ماينس 1. لو حبيت اجيب ال B يبقى انا كده هرجع القوس بتاع ال A زي ما كان واغطي القوس بتاع ال B واعوض في الباقي باصفاره، يعني اعوض هنا بنص واعوض هنا بنص، هلاقي ال B عندي هتطلع ب 2. يبقى انا كده جبت ال A وال B، يبقى انا كده جاهز ان انا بقى ارجع الزد بتاعتي زي ما كانت. هلاقي الشكل ده بقى عباره عن ماينس اللي هي جت اللي انا جبتها اللي هي ال A ماينس زد على زد ماينس ربع بلس ال B اللي هي ال 2 في زد على زد ماينس نص. كده انا بقيت الشكل ده عندي شكل elementary function اللي هي exponential، والشكل ده شكل elementary function اللي هي exponential. يبقى انا كده جاهز ان انا اجيب التايم دومين بتاعهم على طول، اللي هو يبقى عباره عن الكونستنت اللي مضروب في الزد بنزله زي ما هو، يبقى ادي الماينس 1 اهي زي ما هي. الكلام ده مضروب فيه قلنا ده exponential، فالexponential بيبقى عباره عن الحاجه اللي هنا جنب الزد هي ديت الاكسبوننت بتاعي، يبقى هنا ربع اهو باور ان في يونت ستيب زائد الكونستنت اللي جنب الزد زي ما هو في نص باور ان في يونت ستيب. انا كده جبت ايه؟ جبت ايه التايم دومين بتاعي على طول. ميزه البارشال فراكشنز ايه؟ ان انا لو حبيت اجيب اي ترم هنا في التايم دومين اقدر اجيبه على طول عن طريق ان انا اعوض عن الان بالقيمه اللي انا عاوزها. يعني انا حبيت اجيب مثلا اف اوف 5 هعوض هنا عن الان ب 5، هجيب اف اوف 5 على طول من غير ما احتاج ان انا اجيب كل الترمات اللي قبلها. فزي ما قلنا فكره البارشال فراكشنز معتمده على ان انا اولا اخلي الباورز بتاعتي كلها موجبه، اضرب بقى فوق وتحت في زد زد سكوير على حسب الاشكال اللي عندي، وبعد كده ببدا احلل المقام بتاعي الى الاقواس بتاعته على طول. وبعد كده دايما قبل ما ابدا اشتغل بارشال فراكشنز بقسم على زد، بحيث ان انا بعد ما اخلص ارجع الزد بتاعتي ديت مكانها، فيطلع عندي شكل من اشكال الاليمنتري فانكشنز اللي هم غالبا زي ما قلنا بيطلع يا اما يونت ستيب يا اما اكسبوننشال، وعلى طول اقدر اجيب لها التايم دومين بتاعها. الطريقه الثانيه بقى اللي هي طريقه الباور سيريز اللي احنا بنستخدم فيها اللونج ديفيجن، فهي بتقول ايه؟ ناخد مثال عليها على طول. يعني بيقول لي لو انا عندي اف اوف زد هي عباره عن زد ماينس نص في زد بلس 2.9 3. وانا محتاج ان انا اجيب احول ديت ارجعها للتايم دومين، فانا ممكن اشتغلها بطريقه بارشال فراكشنز بس هتكون طويله شويه. يعني ان انا عندي هنا قوس باور 3 فيبقى عندي اربعه كونستنتس محتاج ان انا اجيبهم، او ممكن ان انا اجيبها باللونج ديفيجن. وبرده هو ممكن في السؤال يحدد لك يقول لك هات لي هنا التايم دومين باستخدام لونج ديفيجن، وانا كده مضطر ان انا استخدم لونج ديفيجن على طول. فانا عشان خاطر اجيب اللونج ديفيجن عشان اشتغل بطريقه اللونج ديفيجن بيبقى عكس البارشال فراكشنز. البارشال فراكشنز لو انا عندي المقام بتاعي في مجموعه ترمات مجموعين على بعض فانا بروح احلله. اللونج ديفيجن العكس، لو انا كان عندي المقام بتاعي مجموعه اقواس متحلله بالمنظر ده انا بحب ان انا ارجعه تاني لاصله. فانا كده محتاج ان انا افك القوس ده وبعدين اضرب اللي هيطلع لي في القوس ده بحيث ان انا اجيب شويه ترمات مجموعه على بعض. يبقى عندي هنا زد ماينس 0.5 مضروب فيه، هفك القوس ده. القوس ده عباره عن ايه؟ لو انا عندي قوس باور 3 ففكته تبقى عباره عن الترم الاولاني فيه باور 3 يبقى زد باور 3 زائد 3 في الاولاني 3 في الاول سكوير يبقى دي زد سكوير اهي في الثاني يبقى هنا في 0.9 زائد 3 في الثاني سكوير يبقى هنا في 0.9 سكوير في الاول زائد الثاني كيوب يبقى هنا 0.9 بار 3. تمام، المفروض ان انا احسب يعني الارقام ديت، وبعد كده اللي هيطلع عندي هضرب القوسين دولت في بعض. فطبعا يعني هنختصر الخطوه ديت كده على طول، هلاقي ان انا هيطلع لي الشكل في الاخر عباره عن z باور 4 بلس 2.2 z باور 3 بلس 1.08 z سكوير بلس معلش ماينس 0.486 z ماينس 0.3645. فده كده الشكل بتاعي. كده انا جاهز ان انا ابدا اطبق اللونج ديفيجن على طول. فاللونج ديفيجن كانت بتقول ايه؟ ناخدها كده واحده واحده. هتبقى عباره عن بحط هنا البسط بتاعي في البسط هنا اللي هو ال1، وهحط هنا المقام بتاعي. في المقام هنا كان عباره عن زد باور 4 بلس 2.2 زد باور 3 بلس 1.08 زد سكوير ماينس 0.486 زد ماينس 0.3645. وبعدين هبدا اخد اول ترم موجود عندي هنا
يعني ممكن مسألة تانية ما يكونش فيها البسط عبارة عن واحد بس، ممكن يكون أي حاجة زد سكوير بلس 2 زد بلس أي حاجة أيا يكن يعني. فباخد أول ترم موجود هنا بقسمه على أكبر باور هنا، أكبر باور هنا اللي هو عبارة عن زد باور 4، هيطلع لي 1 على زد باور 4 اللي هيطلع لي هنا زد باور ماينس 4. وبعدين باخد الناتج اللي يطلع لي هنا واضربه في كل ده. طيب لما اضرب الناتج ده في كل ده هيطلع لي هنا زد ماينس 4 في زد باور 4 هيطلع لي هنا 1 تمام. وبعد كده هضرب ده في كل دول فهيطلع لي هنا بلس 2.2 زد باور ماينس 1 بلس 1.08 زد باور ماينس 2 ماينس 0.486 زد باور ماينس 3 ماينس 0.3645 زد باور ماينس 4 تمام. وبعدين قدامنا طريقه من اتنين، يا اما ان انا اضرب ده في دولت باشارتهم زي ما هو احطها هنا كده وبعد كده بطرح ده من ده، يعني بطرح اللي تحت ده من اللي فوق، او ان انا ممكن اضرب بماينس على طول، يعني انا اضرب ده هنا واحط فيه ماينس على طول كده وبعد كده اجمع، فمش تفرق كتير يعني. فلما نطرح يعني في الاخر هنلاقي ان هيطلع لي هنا ماينس 2.2 زد باور ماينس 1 يعني ماينس 1.08 زد باور ماينس 2 بلس 0.486 زد باور ماينس 3 بلس 0.3645 زد باور ماينس 4. وهبدا بقى اكرر العمليه ديت كل شويه، باخد دايما اكبر ترم يكون موجود عندي هنا اقسمه على اول ترم هنا واشوف الناتج اللي هيطلع كان بحطه هنا وبعد كده ارجع اضرب. بس خلي بالك من حاجه، دايما وانا برتب الترمز بتاعتي ديت ارتبها بالباور بتاعها. يعني انا فرضا مثلا كان عندي مساله فيها فرضا مثلا كانت زد سكوير مثلا بلس 1 ماشي، فانا دايما لما اجي اكتبها هقول زد سكوير واسيب هنا مسافه واحط بلس 1. ليه هنا سبت مسافه؟ لان هنا مكان الترم اللي هو المفروض فيه زد باور 1، بحيث ان انا لو جيت بعد كده وانا بضرب طلع لي ترم فيه زد باور 1 اقدر احطه في مكانه لان ده هيفرق معايا تمام. بقى كده نكمل، حاسم ده كده على زد باور 4 هيطلع لي هنا ماينس 2.2 زد باور ماينس 5، وهرجع اخد ده كده اضربه في كل ده فهيطلع لي هنا ماينس 2.2 زد باور ماينس 1 ماينس 4.84 زد باور ماينس 2 ماشي ماينس 2.376 زد باور ماينس 3 بلس 1.0692 زد باور ماينس 4. كده انا اعتبر ضربت الترم ده في اول اربع ترمات هنا، ما ضربتوش في الترم الاخير، لان لو ضربت في الترم الاخير هيطلع لي هنا زد باور ماينس 5. انا مش محتاج زد باور ماينس 5 ليه هنا؟ يعني غالبا في اللونج ديفيجن لما بنشتغل على اللونج ديفيجن بنجيب كام ترم؟ بنجيب حوالي اربع ترمات، يعني اربع ترمات بيكون كفايه، الا لو هو حدد لي في السؤال حاجه غير كده. يعني لو لف سؤال مثلا ثلاث ترمات يبقى خلاص هكتفي بثلاثه، حدد لي في سؤال اكتر من اربعه يبقى انا مضطر اجيب اللي هو حدده لي في السؤال. فانا لو ضربت ده هنا هيطلع لي ترم زياده هنا لان انا اصلا مش هحتاجه فخلاص مش هنجيبه، لو حد جابه عادي مش هتفرق معاه في حاجه. بعد كده هطرح دول فهيطلع لي هنا 3.76 زد باور ماينس 2 بلس 2.862 زد باور ماينس 3 ماينس 0.7047 زد باور ماينس 4. هاخد ده كده برضه اقسمه على ده هيطلع لي هنا بلس 3.76 زد باور ماينس 6، وهاخد ده كده ارجع اضربه هنا هيبقى عندي هنا اهو 3.76 زد باور ماينس 2 بلس 8.272 زد باور ماينس 3 بلس 4.0608 زد باور ماينس 4 ماشي. وهبدا اطرح فدول هيروحوا خلاص، هيطلع لي هنا ماينس 5.41 زد باور ماينس 3 وهنا ماينس 4.7655 زد باور ماينس 4. انا كده جبت 3 ترمات فخلاص ده اخر ترم المفروض ان انا هجيبه، هقسم ده على ده هيطلع هنا ماينس 5.41 زد باور ماينس 7. ممكن اقف على كده خلاص، مش محتاج ان انا اضرب ده واكمل، ان انا لو حبيت ان انا اكمل هجيب ترمات تانية يبقى انا خلاص هاخد ده اضربه هنا واشوف الناتج اللي هيطلع واطرح واشوف اكمل واخد ده اقسمه وهكذا. بس خلاص انا كده يعتبر جبت الاربع ترمات بتوعي اللي انا عاوزهم، فانا مش محتاج ان انا اكمل اكتر من كده. يبقى انا كده بناء على ده اقدر اقول انه ده كده انا كده لسه ما حطيتش التايم دومين، انا كده بحلل الكسر بفك الكسر بتاعي ده كده لمجموعه من الترمات مجموعين على بعض. ممكن اكمل الكلام ده الى ما لا نهايه عادي جدا. فكده يبقى انا اقدر اقول انه الاكس والزد بتاعتي هي الفانكشن بتاعتي في الزد دومين بقت عباره عن زد باور ماينس 4 اللي هي الحاجات ديت كده الترمات اللي انا جبتها فوق ديت ماشي ماينس 2.2 زد باور ماينس 5 بلس 3.76 زد باور ماينس 6 ماينس 5.41 زد باور ماينس 7 بلس يبقى الريمايندر اللي فاضل موجود عندي هنا
على المقام بتاعي زي ما كان، بس خلاص مش محتاجين ان احنا نكتبه، لان احنا محتاجين بس 4 ترمات. يبقى اقول له كده والكلام ده مكمل الى ما لا نهايه. كده انا جبت الفانكشن ديت في السيجنال بتاعتي في الزد دومين، محتاج بقى ان انا احولها الى التايم دومين. احنا قلنا لو رجعنا شويه كده للتعريف الاصلي بتاع الزد ترانسفورم، كان بيظهر عندي حاجه مضروبه في زد باور ماينس 1 زائد حاجه مضروبه في زد باور ماينس 2 زائد حاجه مضروبه في زد باور ماينس 3، والكلام ده مكمل الى ما لا نهايه. وكنت بلاقي دايما الحاجه اللي مضروبه في زد باور ماينس 1 هي قيمه الفانكشن عند ان ب 1، والحاجه اللي مضروبه في زد باور ماينس 2 هي قيمه الفانكشن عند ان ب 2، وهنا قيمه الفانكشن عند ان ب 3 وهكذا. يبقى انا لو جيت للكلام ده هنا هلاقي انا عندي حاجه مضروبه في زد باور ماينس 4، يبقى هي ديت عباره عن السيجنال في التايم دومين عند ان ب 4، ده كده السيجنال عند في التايم دومين عند ان ب 5، هنا عند ان ب 6 وهنا عند ان ب 7. يبقى انا ممكن اكتبها عباره عن، ممكن اقول بقى ان الاكس اوف ان بتاعتي تبقى عباره عن حاجه بالمنظر ده كده. السيجنال بتاعتي عند الزيرو مالهاش قيمه اصلا هنا، فاقول ان هي بزيرو، وعند ال1 نفس الكلام، وعند ال2 وعند ال3 نفس الكلام، وبعد كده عند ال n 4 كان عندي السيجنال بتاعتي بكام؟ هتبقى ب 1، هاخد اللي جنب الزد. وعند ال5 كانت السيجنال بتاعتي بماينس 2.2، عند ال6 السيجنال بتاعتي ب 3.76، وعند ال7 السيجنال بتاعتي بماينس 5.41، وكان ده كده مكمل الى ما لا نهايه. فده شكل من الاشكال اللي انا ممكن اكتب بيها السيجنال بتاعتي في التايم دومين، او ممكن اقول ان هي عباره عن ايه؟ هو السيجنال عندي اصلا ان يعني انا لو جيت اجيب السيجنال بتاعتي عند ان ب 4، مش ده عباره عن ان انا ممكن اقول ان هو عباره عن دلتا عند ان ب 4، دلتا عند ان ب 4 هتبقى 1 عند عند ان ب 4، واضرب هنا في قيمه الفانكشن عند الـ عند الان ديت. فهنا الان ب 4 عند الفانكشن كانت ب 1، السيجنال بتاعتي ب 1، خلاص هسيبها زي ما هي مش هضرب في حاجه. ممكن هنا اقول هنا ده عباره عن دلتا عند الان ب 5، يبقى دلتا ان ماينس 5، وقيمه السيجنال عند الان ب 5 اللي هي عباره عن ماينس 2.2. هنا يبقى ممكن اقول ان هي عباره عن 3.76 في دلتا عند الان ب 6، وهنا ماينس 5.41 في دلتا عند الان بكام؟ عند الان ب 7. فسواء انا كتبتها بالشكل ده او كتبتها بالشكل ده الاثنين واحد عندي بالشكل، ما عنديش اي مشاكل. بس خلي بالي ان انا ايه، لو حبيت ان انا اكتبها بالشكل ده فانا ببدا دايما من الزيرو، ببدا دايما من قيمه الان بزيرو. فهنا لو ما كانش عندي الان بزيرو فافضل احط صفار لحد اول قيمه للان عندي اللي هي هنا كانت 4، فهي بدانا من اول ايه؟ بدانا من اول 4. حابب انا اكتبها بالشكل ده برضه مفيش اي مشاكل، تمام؟ بس ده كده يعني سريعا اللي حبيت اتكلم عنه. لو حد عنده اسئله في الموضوع ده اكتر من كده يقدر ان هو يتواصل معايا. شكرا.